تعال تعال نغور القتيله دي بدل ما تشبهنا. انا بس كنت عايزك في موضوع كده احرقها بعد اذنك. خير يا حبيبي قول لي. العربيه دي لما تتباع هنقسمها بالنص. معلش يا انا مش واخد بالي. انا محتاج فلوس. وماله وماله حبيبي، قول لي انت محتاج كام وانا اديك اللي انت عايزه. انا عايز نص تمن العربيه، النص، واعتبرها اخر طلعه نطلعها سوا. ليه؟ هتتحجب؟ هتحجب بصراحه. يعني انا مش عاجبني غضب ابويا عليا، وعايز اتجوز احسان. عايز تتجوز احسان؟ ماشي اتجوزت احسان، هتجيب لها بقى دبدوب في الفالنتاين، وهتجيب لها عروسة المولد، وهتجيب لها طقم العيد وكل اللي هي عايزاه منين بقى وانت ما بتشتغلش؟ هشتغل في قهوة ابويا. ايوه صح، قهوة ابوك اهو. احسن ما بنطلع طلعات وانت بتاخد كل الفلوس وبترمي لي كام جنيه. ده مقامك، اصل انت بني ادم براس حمار، كبيرك بتنفذ وبتنفذ غلط. احنا شغلانتنا دي يا حورس فن، فن وتفكير، وانت دماغك مقاس جزمتك. امين، اعتبرني بقى اتحجبت وبدورها انت بقى بالمظات دماغك. استنى قوي يا حورس، في ايه يالا مالك؟ تاخد حبوب شجاعه ولا ايه؟ بصراحه يعني محسوب ان انا حرامي وما باخدش يوميه عيل بسو توك توك. انت بتاخد صوتك عليا ده حورس؟ انت بتاخد صوتك عليا عشان احسان بتاعت لحمه الكلام واكلالك دماغك؟ اخرس يا لطفي، بقولك اتجوزها وتبقى مراتي. تبقى مراتك ازاي يا جدع؟ دي احسان دي الحاره كلها. اسكت، بقولك هتبقى مراتي. نزل ايدك يا حورس، انت اتجننت يالا ولا ايه؟ لا اصحى وفوق كده وما تخليهاش تروح منك. خلي بالك بقى يا حورس، عشان انت ايه لو راحت منك تاني اقسم بالله ولا تخنت صوتك عليا ما هتلاقي غير المطوه دي بتلعب في كرش. ماشي، نخلص العمليه وبعد كده نبقى نتحاسب. ايه ده؟ مش ده هوجن؟ يا بركة دعاك يا ام، انزل ياد الدهن يا هوجن. يا هوجن ما تعملش عبيط، احنا لقينا وردة. فين وردة؟ عايز تروح لوردة؟ ايه؟ اركب اركب. يلا يلا. يلا انزلوا. هي وردي سكنت هنا؟ شفت بقى، شفت هوجن، عشان نوصل لوردة بتاعتك دي ونجيب حقك انا هيحصل لي ايه؟ هبيع العربية اللي حيلتي. ايوه يعني هي فين وردي؟ اهدى، نبيع ام العربية دي الاول عشان الراجل اللي هوصلنا لخالة وردة عاوز مننا فلوس كتير. ايوه، ولما نوصل لخالة وردة لازم أن تكون معانا عشان انت الوحيد اللي عارفها. يعني انتوا هتودوني الوردي ولا مش هتودوني؟ اهدى بقى اهدى بقى، هنوديك الورد. اهدى علينا انت بقى وسيب البتاعه ديت يا اخي. ده بتاع الحق يا حورس، دي بتاعت ابوك، دي بتاعت ابوك، انا هقول له عشان يشلوحك. يلا يلا بينا يلا بينا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ريس؟ شوف كده العروسه اهي، بص الجمال بقى. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا ريس. يعني دول كام دول يا معلم؟ خمس بكاوي. خمس بكاوي؟ معلش يعني ما تاخذنيش، اصل العربيه يعني اعلى فئه وفابريكه بره وجوه، يعني الفلوس دي ما تجيش حق الفلوس بتاعها حتى. مش كده وبس يا حراق، دي فيها مميزات كتير، دي فيها بلوتوث وفيها مرايات ضم وفتحه سقف واستعمال طبيب مسالك بوليه. صلح ليش يشفع فيك يوم الدين. عليه الصلاه والسلام. انا مش واخدها من فابريكه. ماشي. بص ايدك وش وضهر وادعولي بس ربنا يصرفها. لا ان شاء الله ان شاء الله. طب بص عليها بصه كده حلوه، يعني يمكن يبقى فيها كلام تاني. بص بص بص. ايه ده؟ معلش عندي سؤال. امرني. ايه الفلوبوس ده وبيتاخد فين؟ بعدين بقول لك انا بعدين. انا بغير من الحته دي. طب يلا 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 يلا. راجل بيسرقني ويقول لك صلى على النبي، ناس ما بقاش عندها ضمير. لا طب انت ساكت له ليه؟ ما تنقحه بالبلغه على قفا اللي جاب. مش هيبقى شكله صعب. يا نهار اسود. امسك عمو. كام دول يا حراق؟ اللي له قرش ايه؟ ما بينامشي. صح، ما بالك بقى باللي عليه؟ دول 5400 جنيه اول على الاخر اللي عرفت اجيبهم لك. كده يبقى ليك في ذمتنا 1600 جنيه. بس يلا. شكك ممنوع والزعل ايه؟ مرفوع. الكلام مش ليك انت لوحدك يا حراق.
ليك انت وصاحبك اللي انا معرفش اسمه عمال يلوكلو كتير. يا عمنا انا اسمي حورس وده اسمه هوجن. اكتم ياض. اتكلوا انتوا على الله. ايوه. اول ما تكمل بقيه المبلغ بعونك يا رب، هديك عنوان خالت اللي اسمها ورده. خالت ورده؟ خالت ورده في عزبه خير الله. مين ده؟ ده معايا. انا مش مع حد يا عم انت. ايه ده؟ انت تعرف مكان خالت ورده منين؟ بس انا بشتغل مرشد سياحي. يا عم وديني ليه؟ ما تسهل علينا يعني يا عمنا، ده كل اللي فاضل شويه فكه. بس يا لا تافه. انت بتتكلم معايا بصفتك ايه؟ انت بالنسبه لي كلك كده على بعضك علامه استفهام. معلش معلش يا عم مفخر، صل على النبي كده ويعني هات الفلوس اللي معاك دي واكمل لك عليهم واجيبهم لك على بعضيهم. كده مش صح. صح. مش صح خالص. لان الفلوس اللي بتمسكها ايد من فخ ملهاش غير اتجاه واحد اجباري لجيبه. وعلى فكرة لو اتأخرت في انك تكمل بقية المبلغ انا هصرف اللي معايا ونعيد من الاول. والاصول ايه؟ ما تزعلش انت يا جدع. انت احف. لا 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 ما تقولنا على عنوان. لا. ما تنفرزنيش. مين الترانش ده؟ ترانش يخرب مطاننا. هو بيكلمنا حلالي في ليه؟ اسكت اسكت خالص. ايه الحلقة ده مش شمال؟ يعني يعني هذا ده بتاع الحاج امي. سبت الحقايق. ماشي. تلاقش حرق. ولا ببيع الحلقة ده للسايغ. هنبقى نغني عليه اغنية. ست الحبايب يا حبيبة. يا حبيبة. يا اغلى من روحي. اكتم يا جزمة. هو اللي قال لي. لا موزة حرق. لا ولا يهمك. سرحت عنك شوية. ولا يهمك عمو. ده. عنوان بيت الحاجة كوثر. هتحطه على جي في اس وتقول له انا عايز اروح بيت الحاجة كوثر وتهدى عليه شوية. الجي في اس هيقلبها في دماغه وبقولك يا رب هيوصلك العنوان. ماشي. اتكلوا على الله. ماشي.